يعد برنامج مايكروسوفت وورد برنامجًا لمعالجة النصوص، وبالتالي فإن أحد المميزات الأساسية في هذا البرنامج هي إدخال النصوص والرموز ومعالجتها وتنسيقها، وهذا ما سنتعرف عليه. لإدخال نص في المستند يجب النقر بالمؤشر في الموقع المطلوب إضافة النص فيه، ومن ثم كتابة النص باستخدام لوحة المفاتيح. تتطلب بعض المستندات أحرفًا غير موجودة على لوحة المفاتيح القياسية، على سبيل المثال: رمز حقوق النشر والتوزيع، أو العلامات التجارية المسجلة، أو رموز بعض العملات، أو بعض الرموز الرسومية وما إلى ذلك. لذا يوفر برنامج وورد الوصول السهل إلى مجموعة كبيرة من الرموز التي يمكن إدراجها بسهولة في أي مستند. حيث يتم النقر بمؤشر في المكان المراد إدخال الرمز أو الأحرف الخاصة فيه. ثم اختيار علامة التبويب إدراج والنقر على أيقونة رمز. عندها يظهر مربع حوار رمز حيث تقسم الرموز إلى مجموعات فرعية يتم اختيار اسم المجموعة من القائمة المنسدلة ومن ثم اختيار الرمز المطلوب ادراجه والنقر على زر ولا ادراج ولادراج الاحرف الخاصة يتم الاختيار من مربع الحوار السابق تبويب احرف خاصة وتحديد الحرف المطلوب ادراجه ثم النقر على خيار ادراج اما اذا كان النص المطلوب ادخاله موجود ضمن مستند اخر ويرغب المستخدم في ادراجه ضمن المستند الحالي فعلى سبيل المثال اذا كان يريد ادراج هذا النص والموجود في مستند باسم مصدر النص الى المستند الحالي والمحفوظ باسم ملف واحد فاحدى الطرق الممكنه لذلك هي النقر بالمؤشر في المكان المراد ادخال النص فيه في مستند ملف واحد والنقر على علامه تبويب ادراج ثم اختيار كائن ثم نص من ملف ويتم تحديد المستند المتضمن للنص المطلوب وهو في المثال الحالي مصدر النص واختيار ادراج يمكن ملاحظه ان النص تم اضافته في المستند الحالي يحتاج المستخدم غالباً داخل برنامج مايكروسوفت وورد إلى تحرير النص المدخل كالقيام بقص النص أو نسخه أو لصقه أو حذفه على سبيل المثال وهذه تعد مهارات أساسية في جميع برامج مايكروسوفت اوفيس وقبل التمكن من تحرير النص أو تنسيقه يجب تحديده أولاً حيث يمكن تحديد أي مقدار من النص من خلال نقر المؤشر والسحب فوقه ولتحديد كلمة بذاتها يمكن النقر فوقها بالمؤشر نقراً مزدوجاً وسيتم تحديد الكلمة والمسافة التي تليها. اما لتحديد جملة كاملة فيكون ذلك بالنقر فوق اي مكان فيها بالمؤشر مع استمرار الضغط على زر كنترول في لوحة المفاتيح. لتحديد فقرة كاملة فيمكن النقر فوقها بالمؤشر ثلاث مرات متتالية. ولتحديد كتل نصية غير متجاورة فيجب تحديد الكتلة الاولى والضغط باستمرار على مفتاح كنترول ومن ثم تحديد باقي الكتل. بعد تحديد النص المطلوب يمكن تنفيذ عمليات القص او النسخ عليه بأكثر من طريقة فيمكن على سبيل المثال النقر على الزر المناسب في شريط الأدوات الموجود في قائمة الصفحة الرئيسية او يمكن استخدام الاختصارات التالية في لوحة المفاتيح مع العلم ان خيار النسخ يحتفظ بالنص الاصلي في مكانه اما خيار القص فيقوم بقص النص الاصلي تماما بعد القيام بعملية القص أو النسخ يتم النقر بالمؤشر في المكان المراد إدراج النص المنسوخ أو المقصوص فيه ثم النقر على زر اللصق حيث يتيح السهم الموجود أسفل أيقونة اللصق خيارات مختلفة لتنسيق النص عند لصقه كالاحتفاظ بتنسيق المصدر أو دمج التنسيق أو الاحتفاظ بالنص فقط أو استخدام تنسيق الوجهة كما تظهر هذه الخيارات بجانب النص الملصق في حال القيام بلصقه مباشرة أما في حال الرغبة بلصق محتوى في تنسيقات بديلة فعلى سبيل المثال إذا تم قص أو نسخ محتوى ملف آخر كشريحة في عرض تقديمي فإنه بعد إجراء عملية القص أو النسخ يتم الانتقال إلى ملف وورد ثم النقر على خيار لصق خاص ومن ثم اختيار التنسيق المناسب فمثلاً في هذه الحالة يتم اختيار عرض تقديمي ومن ثم موافق أما الخيار الآخر في مربع حوار لصق خاص وهو لصق ارتباط فإنه يسمح بوضع ارتباط للمحتوى المنسوخ او المقصوص دون ادراجه داخل الملف الحالي حيث يتم اختيار لصق الارتباط ثم اختيار التنسيق المطلوب ثم اختيار عرض كأيقونة في حال الرغبة بعرض الارتباط كأيقونة بدلاً من النص ثم موافق عند نسخ محتوى او قصه فإنه يخزن في ما يسمى بحافظة مايكروسوفت اوفيس والتي تخزن ما يصل الى 24 عنصراً وعندما تمتلئ الحافظة يتم حذف اقدم عنصر موجود في الحافظة ويتم حذف كل العناصر تلقائياً عند ايقاف تشغيل الجهاز لعرض الحافظة يتم النقر على قائمة الصفحة الرئيسية ثم النقر على السهم المجاور لخيار الحافظة يتم ملاحظة ظهور الحافظة وتظهر فيها كافة العناصر التي تم نسخها أو قصها خلال العمل بالمستند وبالنقر على أي من هذه العناصر يتم لصقه مباشرة في مكان تواجد المؤشر ويتيح خيار لصق الكل ومسح الكل لصق جميع العناصر الموجودة في الحافظة أو مسحها جميعا وللتحكم